رايك؟ اصحاك تفكر تعمل اي شيء. وصلت لنهاية الطريق. تعرف انه الادلة اللي موجودة بين ايدينا ضدك رح تخليك تعفن وتخبي السجن؟ بالنسبة إلي وصلت لنهاية الطريق، بس برأيي بالنسبة إلك ولحبيبتك أنتوا وصلتوا لنهاية الحكاية. يعني الأميرة والأمير تغلبوا على المشاكل يلي واجهوها بحياتهم وسكنوا ببيت واحد وعاشوا بثبات ونبات مثل ما بيقولوا. يا ملازم، ليش أبوك بحياته ما علمك كيف بتكون الحقيقة؟ ها؟ الحكايات مو دائماً بتنتهي بسعادة، والحقيقة مختلفة يا ملازم. برأيي لا تقلني عن الحكايات، وأنا بنصحك تقرأ قانون العقوبات. طبعاً. مدام إليف، الضابط عزيز بده يحكي معك. ألو عزيز؟ إليف، مسكنا قدرة كراي. عن جد؟ عن جد عم تحكي؟ نيفين، كما شو قدرة كراي أخيرا؟ رح ناخده على المركز، قبضنا عليه وهو عم يهرب، طمني بالك. خلصنا، مبروك علينا كلنا. هلأ رح اتصل بسهيلة، هشام كان باعت عناصر مشان يحرسوا لنا بيتنا تحسبا لأي شيء. تمام. نيفين، أنا بأخذ لهم الولد، أنت ما في داعي تجي. معقولة هالحكي هاد؟ هذا الولد بأمانتي أنا، بعدين أنا حابة أني أعطيه لأمه أليف بإيدي. مثل ما بدك. معقول عم يتصلوا من المستشفى؟ يمكن تكون هي إليف بدها شيء. إذا بدك خلي الصبي معي. خذ. ألو؟ سهيلة، أنا عزيز، هشام بعت عناصر لعندك، وصلوا؟ إيه وصلوا قبل شوي. طيب، رح يضلوا عم يحرسوا قدام البيت، أصحك تفتحي الباب لحدا ولا تطالعي الولد لبرا أبداً، ماشي؟ إيه بس، قال لي بده ياخد إبراهيم لعند إليف على المستشفى. شو؟ أصحك سهيلة، أصحك! تعال لهون، تعال لهون. ولك انت لسه شو بدك من عيلتي؟ نلع وتركنا بحالنا، اترك عيلتي بحالها، شو بدك منا يا حقير؟ شو صار لك؟ ابراهيم! ابراهيم! بعد، بعد! عزيز وقف، اهدى شوي، احكي شو صاير؟ بعد لي هيك لك يا أخي، فهمني شو الموضوع. خطفوا إبراهيم، استعجلوا جيبوه منه بسرعة، الله يخليك بسرعة. يا ربي شو هالمصيبة هاي؟ يا ربي إبراهيم، إبراهيم يا ربي، أنا شو عملت هلأ؟ الله يلعني، عطيته الولد بإيدي.
عزيز احكي لي شو اللي صار. بدك ترجع لي ابني. سهيلة، ابراهيم معك؟ ابني معك مو هيك؟ لا لا بدي ابنه. عزيز وقف، تعال هون ولك بدي اخلص عليك. لك تسلم السيارة. يلا لا تعمل هيك. ايه احكي لي لشوف كيف وضع الشغل. تعرف عن قريب رح يفرجوا عني، رح اطلع لقابل شعبي، بس اطلع لبرا لازم كل شي يكون جاهز. سيدي عملنا مقابلات مع الاشخاص يلي لقيناهم مناسبين، والفنا لهم قصة مشان مصادر المصاري. جبت لك قائمة بكل الاسماء يلي حابين يتعاملوا معنا. تفضل. حلو حلو حلو، شايف القائمة مليانة كتير أسماء. إيه لا بقى عم تمزح، وحسن بيك رح يشارك؟ كنت مفكره زلمة متدين عن جد مو مثلنا. إيه مثل ما بتعرف كل واحد عنده شي سيء جواته. ما شفت اسم أحمد ديمير بالقائمة، أنا بدي إياه ضروري. داعية إسلامي معروف كتير، رح يزيد قوتنا أكتر. ومحمود صبران. سيدي لسه معنا ولا شريط بخص أحمد ديمير، بس هو بحب المصاري كتير، ومشكلته الوحيدة إذا حدا دفع له مصاري أكتر منا ببيعنا بلحظة. وبالنسبة لمحمود بيك لا تشغل بالك، لأنه نقطة ضعفه النسوان. يعني أنا بطمنك إنه محمود رح يصير بجيبتنا، اطمن. ممتاز، لا تشغل بالك، ما رح يلاقوا حدا أدنى يعطيهم هالمصاري والسعادة. وهلأ أكرم بيك شو وضعه؟ انتبه، هو بالنسبة إلنا كتير مهم. سيدي الرجال منتسب للجامعة، ملتزم كتير وما بيطلع على النسوان أبدا. وبالنسبة للمصاري لو ما كان معه غير ليرة بتلاقيه فورا بيروح بيصرفها بخدمة البلد والشعب. ايه ليش نحنا مو هدفنا نخدم البلد والشعب؟ معناتها ما في داعي للتهديد، بس يشوف خدماتنا ساعتها رح يجي برجليه لعنا.